اهلا وسهلا فيكم جميعا، مساء الخير. بدي ارحب فيكم طبعا بهذه الجلسه مباشره من شركه تكمل. طبعا في البدايه حاب اتاكد اذا الصوت والصوره واضحين كرمال نكفي هذه الجلسه. الجلسه عنوان راح يكون اخطاء التداول الشائعه. حاب اتكلم على هذا الموضوع خاصه في سنه 2019 شهدنا تقلبات وصعوبه جدا بالتداول، وخاصه للمضاربين اللي بيتداولوا بشكل يومي بالسوق بياخذوا مراكز تلقب بالسكالبينج. فحيت كنت اتكلم على هذا الموضوع، وعن هيك طبعا يعني اقترحت هذا العنوان على تكمل العربيه كرمال نقدر نوعي المستثمرين والمضاربين على معظم الاخطاء الشائعه، ومش هو الاخطاء طبعا اللي بنتكلم عليهم بشكل اذا بدكم يومي، اخطاء طبعا ممكن تكون مبطنه، ممكن تكون معظم الاشخاص ما عندهم علم انه هو خطا عم يتداولوا فيه او طريقه التداول اللي بيشتغلوا فيها. اليوم طبعا من وراء هذه المحاضرة وبالنهاية طبعا بنمر على أسواق المال أو على الرسوم البيانية وبنجرب إنه نشوف بعض التحركات والسيناريوهات المفترضة، لأنه بعرف معظم الأشخاص بحبوا كمان يشوفوا تحاليلنا أو توقعاتنا إن كان العملات الرئيسية أو للمعادن أو للسلع. بتمنى منكم إذا حدا بيقدر يقول لي إذا الصوت والصورة واضحين كرمال نقدر نكفي بهذه الجلسة. بالمبدأ مفروض إنه الصورة مبينة، بالنسبة للأوديو على ما أظن أيضا أنه واضح. alright sound check تمام screen check alright واضحين. آيا أهلا وسهلا فيكي راغب، أهلا وسهلا بالجميع، نورت الجلسة يا شباب. لكن في البداية خليني أتكلم شوية صغيرة. للأسف الباوربوينت برزنتيشن اللي محضرها باللغة الإنجليزية، ولكن بغض النظر عن المكتوب رح أكون عم بتكلم أنا وياكم باللغة العربية. في البداية الأخطاء الشائعة طبعا بالنسبة للتداول وبالنسبة لسنة 2019، تعرفوا أنه السوق قد تغير، سيكولوجية التداول ونفسية السوق عم تتغير. كنا إذا بدكم سنين الماضية ناخذ مركز نقدر ننطر شوي صغيرة على السوق على الأرباح لنقدر نجني بعض الأرباح إذا بدكم الجدية. بالوقت الحالي بنلاحظ أنه الفولاتيليتي أو التقلبات عم تصير جدا مرتفعة، التحركات أو اتجاه السوق ما عم بكون بشكل واضح 100%، فعم نضطر نحن انه نخرج بشكل سريع من المراكز اللي داخلين فيها، عم نضطر انه اذا بدكم نجني ارباح بسيطه مقابل الارباح اللي كنا نجنيها، ومعظم الاشخاص عم بواجهوا صعوبه، خاصه للاشخاص اللي عندهم طمع بالسوق، بيقولوا انه لا السوق هلا بده يبتدي هذا الترند الصاعد او الهابط وبيتمسك بمراكزه، وفجاه بيرجع بينعكس السوق وبيرجع لنقطه دخوله حتى اوطى. اول نقطه حابب اتكلم عليها، اربع نقاط جدا مهمه بدي اتكلم عليهم بهذه الجلسه، ما راح اطول عليكم الى حين طبعا الدخول عن جديد على الرسوم البيانيه والتحليل شوي صغيره واستعمال التحاليل التقنيه لنشوف بعض السيناريوهات المفترضه. لكل الاشخاص اللي ما بيعرفوني، جوزيف ظهري معكم، محلل ومدرب معتمد من شركه تكمل. Befriending the market. The market is not something you beat but something you understand and join when a trend is defined. Befriending the market يعني انك انت تكون عم تتحدى السوق، انت كمضارب او كمستثمر، مستثمر على المدى الطويل او مضارب بالنسبه للسكالبينج او اذا بدك التداول بشكل يومي وبشكل سريع. السوق منه شيء انت بتتحداه، لما تيجي تحط ببالك انك انت بدك تتحدى السوق وبدك تجني بعض الارباح، وخاصه يعني هذا الموضوع بيكون لما يكون عندي اذا بدكم زوج من الازواج، او لما يكون عندي اذا بدكم عمله او اي معدن او سلعه معينه، بتكون نحن طبعا بشد بطبعنا شايفين استثمار فيها او شايفين اتجاه معين. على سبيل المثال الذهب، هلا الذهب تقريبا الرسم البياني اللي انا عارضه امامكم بالوقت الحالي، اذا في حال شايف انه سعر اونصه الذهب بدها تبتدي بالهبوط وشايف اتجاه عام هابط، قوم انا بدخل بصفقه بيع على سبيل المثال على هذا المستوى اللي دخلته بالوقت الحالي. بقوم السوق بيرتفع، من وراء ما ارتفع السوق لمس لي وقف الخساره وخسرت انا على هذه القمه فلوسي او بعض من الفلوس او اداره او راس المال اللي موجود عندي. فبهذه الحاله لما تيجي انت تتحدى السوق هو انك انت تتحدى نفس العمله او نفس الزوج. شو يعني؟ لما تخسر بعمله معينه او بزوج معين او بمعدن او بالذهب، مش من المفترض انك انت تعيد افتتاح مراكز جديده بنفس الزوج او بنفس المعدن. فبالنسبه لي اذا في حال دخلت بصفقه بيع على سعر اونصه الذهب وتوقعت هبوط سعر اونصه الذهب وارتفعت ولمست لي وقف الخساره، مش من المفترض انه انا ارجع ادخل بصفقات بيع عن جديد، يرجع السوق يرتفع ويرجع يلمس وقف الخساره عن جديد، ارجع ادخل صفقات بيع يرجع يكفي ارتفاعه ويلمس لي وقف الخساره.
فانك انت تتحدث سوق باتجاه واحد بعمله واحده او بزوج واحد، طبعا هذا الشيء ممنوع بالنسبه لنا كمضاربين. الحل هو انك انت تنتظر فرصه استثمار اخرى، هو الحل انك انت تدخل. خلينا نقول بالنسبه ل عبد الله عم بتقول انه الصوت ما في صوت، وخلود وآية وكلهم عم بيقولوا الصوت واضح، فاذا ممكن طبعا ترجعوا توضحوا لي هذه المشكله. بالنسبه لي انك انت تختار زوج واحد تتداول فيه وتحط راسك براسه مثل ما بيقولوا يعني بالعرب الدارج، انك انت تتحدى هذا الزوج، هذا الشيء ممنوع. اذا انت خسرت صفقه او مركز بالنسبه لمعدن او عمله او اي شيء اخر، انت من المفترض انك تنقل وترجع تشوف الصوره على كبير وترجع تختار فرصه استثمار اخرى، وطبعا ترجع تنقي ممكن زوج اخر او عمله اخرى او معدن اخر. هذه اول نقطه من الاهم، ولكن طبعا لازم انه مر عليها، اللي هو الاشخاص اللي بيتحدوا السوق وبدلهم عم بيخسروا بنفس الاتجاه. يعني اذا اختاروا اتجاه عام هابط للذهب على سبيل المثال وارتفع الذهب، بضلوا مصر على انه يبيع الذهب، يبيع الذهب والسوق عم يرتفع. ما عم اقول لك انا هذه الامثال الشائعه مثل ما بيقولوا ترند از يور فريند، الاتجاه عام صديقك ولازم تمشي مع السوق، لا ما عم نتكلم بهذا الموضوع، ولكن انك انت تكون مصر على اتجاه معين ممكن تكون معك حق، ولكن فرصه او نقطه دخولك منا جيده. ممكن انك انت عم تختار اذا بدك الاتجاه الصحيح وليس اذا بدكم النقطه الدخول هي مناسبه للاستثمار. فيلير تو مانج ريسك، هون عم ببتدي بالامور البسيطه لانزل الامور اذا بدك الجديه اللي هي اخر اثنين، انديسايسيف تريدنج وتراينج تو بيك توبس اور بوتمز. هول اخر اثنين رح ندخل على الرسوم البيانيه ونشوف كيف يتطبقوا ونشوف كيف ممكن انه نحن نخرج منها. بتاسف ممكن انه الوقت كان غير مناسب، طبعا بلبنان تعرفوا الكهرباء للاسف. على جميع الاحوال فيلير تو مانج ريسك، ريسك مانجمنت از ذا كي تو سيرفايفل. شو يعني كيس سيرفايفل؟ عم نتكلم على اداره المخاطر او ريسك مانجمنت، اللي هي الاشخاص اللي بيكونوا شايفين سكيلد تريدر. شو يعني سكيلد تريدر؟ يعني عم نشوف المتداولين او المضاربين اللي هن بالفعل خلينا نقول ناجحين بالسوق، اللي هن عندهم خبره بالسوق، اللي هن دارسين تحاليل تقنيه ودارسين اداره مخاطر، ولكن برضو شو بيصير فيهم؟ ممكن انه السوق او اداره المخاطر الغير مناسبه ممكن انه تعورهم بالسوق او تاذيهم. على سبيل المثال انا شخصيا بعض الاحيان او خلينا نقول معظم الاحيان بعرف ريسك مانجمنت، بعرف اداره مخاطر، بعرف اتجاه السوق، بعرف معظم اذا بدكم التداول خلينا نقول الاتجاهات المفترضه، ولكن اوقات بكون قاعد بالمكتب او بالبيت او على الشاشه وبختار اتجاه معين وبختار على سبيل المثال خلينا نقول نقطه دخول معينه، بدخل بعقد بيرجع السوق بيمشي معي شوي بدخل بعقد تاني، بيمشي معي شوي بدخل بعقد تالت. انك انت تضيف عقود على المركز الربحان هذا الشيء منه خطا، ولكن اداره المخاطر وين بتقلك وين بتفسر لك انك انت تضيف عقود كل دولار شيء، وانك انت تضيف على المركز الربحان كل 20 دولار شيء اخر. انك انت تمشي مع سعر اونصة الذهب وتقول انا بدي اضيف مراكز على الاتجاه اللي طبعا اخترته اللي هو اتجاه صحيح، بتقول انا على 1490 بدي ادخل صفقه بيع، على 1480 صفقه بيع اخرى، عم بعزز مراكز ولكن كل 10 دولارات، على 1470 بدي اعزز، على 1450 بدي اعزز، ولكن مش على 1490، على 1489 88 87. فبهذه الحاله طبعا او معظم الاوقات انا كمان بتصير معي بطمع باتجاه معين، بطمع بسيناريو مفترض معين، وهون شو بيجي الطمع، وهون اداره المخاطر بتزول او خلينا نقول بتختفي من الوجود. وطبعا انك انت متداول ناجح او خلينا نقول مستثمر ناجح، ولكن فجاه بتلاحظ انه اداره المخاطر غدرتك لانه ارتفع السوق دولار او دولارين، لك وضع حسابك ورجع السوق مشي بالاتجاه الصحيح اللي انت كنت اخترته. اوكي خليني بس ارجع اشوف شو اللي صار. اتوقع انه لازم السوق، عفوا بتمنى منكم ترجعوا تقولوا لي اذا الصوت واضح. الصوت واضح هلا بالنسبه لكم ولا لا؟ اوكي ايوه واضح جدا، لكن انا لغيت الكام
لغيت الويب كام كرمالها تكون الامور اسرع. لكن بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه ل اوكي بالنسبه للمانج ريسك مانجمنت او الفيلير تو مانج ريسك، لو معظم الاشخاص اللي موجودين بيناتنا هون هن متداولين بروفيشنال، هن بيتداول اذا بدكم بيضمن تحاليل تقنيه معينه، بيستعملوا استراتيجيات تداول جدا مميزه، ولكن اوقات بينغروا او بيطمعوا بالسوق. وهذه طبعا الامور اللي انا عم بتكلم عليها، انك انت ممنوع اذا بدك تنغر باتجاه معين وتعزز مراكز بشكل اذا بدك خلينا نقول متتالي او بمنطقه او بنطاق جدا ضيق. انت لازم تحط خطه. على سبيل المثال عم تشوفوا الذهب امامكم، انا اتوقع هبوط سعر اونصه الذهب. اذا دخلت صفقه بيع من هذا المستوى او المستوى الحالي، اذا بدي اعزز صفقه بيع لازم اختار نقاط محدده. على سبيل المثال هذا القاع اذا تم اختراقه بعزز، هذا القاع اذا تم اختراقه بعزز اكثر، طبعا القاع الاخير. فبالنسبه لي بكون عندي مجال او خلينا نقول وقت لعزز عند اختراق، او خلينا نقول كل 5 دولارات او 6 دولارات بكون عم بعزز صفقه بيع وعم بزيد هون نقطه دخول اخرى هون، وهذه النقطة. فبالنسبة لي طبعا المسافة اللي بتزيد او بتعزز فيها للعقود هي نقطة مهمة جدا. Indecisive trading وهي الاهم، انا بدي ابتدي اتكلم بالامور جدا مهمة اللي هي Indecisive trading. شو يعني Indecisive trading؟ عم بتكلم This happens when a trade that you opened isn't immediately in profit. شو يعني؟ بتفتح مركز، بتفتح صفقة. خليني ارجع بس رد الويب كام، خليني ارجع رد الويب كام، حابب انه يكون معكم عم تشوفوني. لكن indecisive trading يا شباب، indecisive trading تفتح صفقة او مركز شراء اليورو دولار، السوق ما بيمشي معك بالبداية، وانت بتعرف ان تقلبات السوق خطرة لدرجة انه من القليل جدا انك انت تفتح صفقة وتمشي دغري السوق معك. ممكن يكون ربحان على المدى الطويل، ولكن في البداية اول ما تفتح المركز ممكن ينعكس السوق بالاتجاه طبعا المضاد، وهذا شيء منه خطا. انك انت تخاف من هذا الارتفاع، انت دخلت بصفقه شراء على سبيل المثال، هبط السوق عكسك، شفت خسائر امامك، شو بتعمل هون؟ indecisive trading انك انت تصير تشكك بقدراتك، تشكك باستراتيجيات التداول اللي انت عملتها، تشكك بالاتجاه اللي انت اخترته. بتقوم شو بتعمل انت؟ تغلق صفقات الشراء وبتعزز صفقات بيع. يعني انت بتعكس الاتجاه اللي انت اخترته، وفجاه السوق بيرجع بيمشي صعود بالاتجاه اللي انت اخترته من البدايه وبتخسر. فبهذه الحاله انك انت تتمسك بالاتجاه العام اللي انت اخترته من البدايه، هذا اهم شيء ممكن تعمله. خليني افسر لك ايه على الرسم البياني. على سعر اونصه الذهب دخل بمرحله افقيه. سعر أونصة الذهب بالنسبة لي أتوقع هبوطه من المستوى الحالي إن شاء الله. بالنسبة لي دخوله بمرحلة أفقية بشكل مثلث بهذا الشكل يتضمن 5 موجات، اللي هي الموجة A، الموجة B، C، D والموجة E. ما رح أتكلم بموجات إليوت، ولكن المثلث يتضمن 5 موجات اللي هي A، B، C، D، E. إذا في حال توقعت هبوط سعر أونصة الذهب ودخلت بصفقة بيع ومع ارتفاعه في البداية لتسجيل الموجة A، ممكن أنا غير تفكيري، أقول أنه والله ممكن يكون غلطان بالاتجاه، الاتجاه هو صاعد، بدخل صفقة شراء، بيرجع السوق شو بيعمل؟ بيهبط للموجة B، بقول لا أنا الاتجاه اللي اخترته الأول يعني طبعا هو الاتجاه الصحيح، برجع بدخل صفقة بيع، بيرجع السوق بيرتفع بالموجة C، برجع انا بشكك بالاتجاه اللي دخلت فيه، طبعا بدخل بصفقه شراء عن جديد، وهون بتكون عم تتكبد الخسائر. فانك انت تدخل باتجاه معين وتختار اتجاه معين لا تقدر تحافظ عليه، بده يكون عندك شغله واحده، وقف خساره بمكان حساس. يعني اذا في حال انا عارض وقف خساره على القمه اللي هي على 1510، وعارف انه هذه المنطقه الافقيه اللي راح يدخل فيها السوق نهايتها هبوط، ساعتها انا ما بتاثر بالتقلبات او بالمراحل الافقيه اللي بيدخل فيها السوق، بعرض وقف خساره، بعيد عن الشاشه شوي، بغلق الجوال، ما بتابع السوق، ببتعد عن مراقبه السوق، وهذا اهم شيء لازم تعمله. فجاه بغيب شوي عن الشاشه، برجع بلاحظ انه السوق مشي بالاتجاه اللي انا اخترته.
ليش بدامه اكونتس بيربحوا معظم المستثمرين؟ شو يعني دامو اكونت؟ دامو اكونت اللي هي فيرتشوال ماني او الحسابات طبعا التجريبيه اللي هي الدامو. ليش بيربح فيها المضارب او المستثمر او حيالله شخص؟ لان بيفتح صفقه وبينسى انه عنده دامو اكونت، لانه هذا منه فلوس حقيقي، بينسى ومش فرقانه معه اذا السوق رح يربحه او خسره لانه منه فلوسه بالنهايه، وهذا طبعا حساب تجريبي. بينسى انه عنده مركز، بينسى عنده صفقه، وبيرجع بعد اسبوع بيفتح بيشوف عنده ارباح، بيغلق ارباحه، بقول والله هذا المجال جدا رائع لازم ادخل فيه ولازم اجرب الفلوس الحقيقيه. اول ما يدخل حساب حقيقي ويحول فلوس حقيقيه ويبتدي يتداول، ما بيعود يقوم عن الشاشه على الجوال 24 على 24، بيظهر على العشاء مع اصدقائه مع عائلته، بكون بأي مكان عم بتابع السوق 24 على 24. متابعة السوق بشكل متتالي طبعا بتأثر على سيكولوجية التداول، بتأثر على الذعر والخوف اللي بعيشها الإنسان، وهذه المراحل الأفقية اللي هو السوق بيتميز فيها، وخاصة بسنة 2019 بيتميز بالمراحل الأفقية بالتقلبات، إذا بدكم بتغيير الاتجاه بشكل مفاجئ. مؤشر الفيكسي هو الفولاتيليتي اندكس عم بدل على انه سنه 2019 هي من اكثر السنين اللي يوجد فيها تقلبات واشارات خاطئه بالسوق، وهذا هو الاهم. شو بيصير هون؟ المضارب بيخسر فلوسه بالحساب الحقيقي، بقول انه لا، التجربه اللي عشتها بالحساب التجريبي منا هي نفس التجربه، نعم، لانه في عندك خوف، في عندك ريسك فاكتور، في عندك الفير فاكتور اللي هو عامل الخوف اللي موجود بالفلوس الحقيقية. هون أنا بنصح المضاربين والمستثمرين إنه يدخلوا أو يفتحوا حساب حقيقي ولكن بفلوس منه عايزة، بفلوس إذا لا سمح الله خسرها ما بتتأثر حياته أو معيشته، فبهذه الحالة ممكن إنك أنت تخفف عامل الخوف عندك. الانديسايسيف تريدينج هنك انك تكون ما عندك ثقه بحالك، انك تكون بتتابع اشخاص على فيسبوك على تويتر على مواقع على تيليجرام، بتتابع اشخاص تسمع انه اليورو شراء، تسمع انه اليورو هون بيع، انه اليورو هون بيع، هون شراء هون بيع الى اخره، بتكون انت عارف اتجاه معين انه اليورو شراء، تسمع كذا محلل قالوا لك بيع، بتغلق مراكز الشراء بتدخل بيع معهم وهون بتخسر. Indecisive trading هو انك انت يكون ما عندك ثقة بحالك وانت تختار مركز في البداية وترجع تغلقه وتعكس صفقات الشراء لبيع والبيع لشراء. Indecisive trading ننتقل لل trying to pick tops or bottoms، وهذا هو بالنسبة لي الأهم، وهون بدأ ننتقل على الرسوم البيانية والتحاليل التقنية. Trying to pick tops and bottoms يعني انت محلل تقني او محلل اساسي بتتابع اسواق المال، بتجرب على طول انك تتصيد القمم والقاعان، وانتم بتعرفوا اذا بدنا ناخذ probability رياضيات ماثماتيكال تريدينج بتقلي المؤشرات اللي موجودين عندي على منصه التداول، ولا اي مؤشر بيعطيني او بيقدر يحدد لي قمه او قاع، تمام؟ إذا أنت عم بتجرب تختار إنك تشتري الباتن وتبيع التوب، ما إنه موجود. أنا إذا بسأل أي مضارب أو أي مستثمر وين بتحب تشتري هذا القلم، بيقول لي على أوطى مستوى. وين بتحب تبيعه؟ على أعلى مستوى. هذه النظرية بتدل على إنه المضارب أناني وطميع، إنه هو بده يشتري على القاع وبده يبيع على القمة. ممكن تحصل معك في أسواق المال أو بسوق الفوركس، ولكن مش بشكل دائم. ممكن يكون عندك جولدن تريد او جولدن اوبورتونيتي او فرصه ذهبيه على خلينا نقول عمله معينه او سلعه معينه، وممكن بتختار شراء او تدخل بصفقه شراء على القاع وتدخل صفقه بيع على القمه، ولكن هذا الشيء مش على طول، تمام؟ فانك انت تختار التوبس والباتمز هذا الشيء منه وارد. عن هيك انت ممكن تدخل في الوسط، يعني هذا القاع وهذه القمه، تمام؟ انت ما راح تدخل بصفقة شراء على القاع وما راح تدخل بصفقة بيع على القمة على طول، فانت راح تكون عم تدخل في الوسط. هذه نقطة دخولك، هون نقطة دخولك بغض النظر اذا شراء اما بيع، ولكن خلينا نقول هون نقطة
دخول. تمام؟ إذا أنا نقطة دخولي في الوسط، يعني أنا رح أشهد على حساب التداول وفي الصفقة اللي اخترتها إن كان شراء ولا بيع، رح أشهد ربح وخسارة، ربح وخسارة، ربح وخسارة. وهذا هو إذا بدكم التقلبات والسوق اللي ممكن شو يعمل، يلعب لي على مشاعري، يلعب لي على المخاوف تبعي. وهون لازم أنت تكون عم بتطول بالك وعم تعطي السوق وقته ليأخذ مجري، بغض النظر عن الاتجاه اللي أنت اخترته. إذا في حال تعطي السوق مجري، تعرف أنه أنت ممكن تجني بعض الأرباح على المدى الطويل، إذا في حال إن كان بيع أو شراء. بدي أرجع شوي صغيرة بسيناريو مفترض، أو خلينا نقول بمثل بدي أعطيكم إياه على سعر أونصة الذهب بسنة 2011. تاريخياً لسعر أونصة الذهب، يلي بيعرف تاريخياً بال2011 بال2010 كان عندي بابل لسعر أونصة الذهب من 200 دولار الأونصة وصولاً إلى 1924 دولار. دخل السوق ضمن مرحلة أفقية لسعر أونصة الذهب. من وراء دخول بهذه المرحلة الأفقية، بالتحاليل التقنية نحن بنعرف بالسيمبل تكنيكال أناليسيس، التحاليل التقنية البسيطة، بنعرف أنه أنا القاع يحق للسوق الملامسة معه ثلاث مرات، مرة، اثنين، ثلاثة. كلنا بنعرف شو يعني قاع مزدوج أو دبل بوتم، أو قاع خلينا نقول أو قمة مزدوجة دبل توب، وأيضا تريبل بوتم تريبل توب، يعني ثلاث مرات من تحت ثلاث مرات من فوق. وهذا هو إذا بتكون الرقم اللي على طول خط الدعم بيقدر يتحمل. ولكن المرة الرابعة هو اختراق، وهيك حصل على سعر أونصة الذهب. بسنة 2011 شهر أغسطس لسنة بالضبط هذا الخط اللي هو خط الاختراق، لسنة 2013 شهر ماي، يعني تقريبا بحدود السنتين ونص أو ثلاث سنوات، ثلاث سنوات لتم اختراق سعر أونصة الذهب، مستوى 1500 دولار لسعر الأونصة وانهار لسعر 1000 دولار. طب أنا كمحلل تقني أو كمضارب، أنا عارف أنه هذه المرة الأولى اللي لمس فيها الذهب، خليني بس ضوية للنقطة، هذه المرة الأولى، وهون المرة الثانية، وهذه المرة الثالثة، كذلك الأمر من فوق كخط مقاومة، هذه المرة الأولى، هون المرة الثانية، وهذه المرة الثالثة. بكل بساطة ابتديت أول نقطة ابتديت فيها هو القاع، يلي المرة الأولى هون القاع 1 2 3 4 5 و 6. سادس نقطة هي كانت من ميلة فوق، يعني أنا عارف إنه المرة السابعة هي رح تكون من ميلة تحت، يعني الاختراق هو من ميلة تحت. ولكن لنزل السوق شو عمل؟ دخل بمرحلة أفقية بنفق ميل على هبوط، وشو صار يعمل السوق؟ ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، كرمال خلى المستثمرين والمضاربين يملوا ويزهقوا. سنتين ونص دخل ضمن هذه المرحلة الأفقية، ومن ثم طبعا اخترق بال2013 شهر ماي 1500 دولار لسعر الأونصة. وهون طبعا كان صدر خبر عن أبروس سايبرس انه باع الذهبيات لتدعم اذا بدكم الدولة طبعا او الاقتصاد. لكل الأشخاص اللي كانوا شايفين وأنا منهم إنه سعر أونصة الذهب عنده مستقبل طبعاً سلبي وممكن نشهد هبوط حاد، ما قدرنا نستفيد منه لهذا الهبوط، وخاصة لأنه ما كان عنا طولة البال لننتظر هذا الهبوط. فبالنسبة لي طبعاً إنك أنت تجرب تختار pick tops and bottoms، ليش لازم تبتعد عنه؟ لأقلك ليش ولا أكد لك على هذا السيناريو. لكل الأشخاص اللي دخلوا بصفقات بيع على القاع، وين القاع هون؟ بين هذه المرحلة الأفقية اللي دويت عليها أنا، بين مستوى 1500 دولار للأونصة ومستوى 1800 دولار. لكل الأشخاص اللي دخلوا بصفقات بيع على القاع اللي هو على مستوى 1500 دولار، هذا المستوى، بعدين لاحقا القاع أصبح القمة. ال 1500 دولار أصبحت القمة. ليش؟ لأنه عند اختراق هذا القاع مش السوق واستهدف قاع ال 1000 دولار أو ال 1040 دولار لسعر أونصة الذهب. فال 1500 دولار كانت القاع نعم، ولكن أصبحت القمة. فاللي عم جرب إلا كي إذا عندك قوة القلب أنت كمضارب إنك تنتظر اختراق معين من نقطة معينة
وتدخل بصفقات بيع أو شراء على القمة أو بيع على القاع، بتكون أنت شخص مميز وقادر تربح بهذا السوق. هلأ دخوله بمرحلة أفقية لسعر أونصة الذهب بهذا الشكل، بعد نحن في انتظار اختراق، عم نتداول تقريبا على القمة اللي هي قمة المثلث. عادة بالمثلث ما عندي أي قانون بقول ثلاث نقاط دعم وثلاث نقاط مقاومة والرابعة هي الاختراق، هذا فقط في الخطوط الأفقية وليست الميلة. وإنما اللي بقدر أقول لك إيه، إذا أنت بتنتظر اختراق هذه القمة للدخول بصفقات شراء، بتكون أنت صحيح أنك اشتريت على القمة، ولكن القمة أصبحت القاع. وإذا في حال بالفعل تنتظر اختراق هذا القاع، القاع رح يصبح القمة. فبالنسبة لي انتظار الاختراق هو شيء طبعا لازم نقدر نستعمله. بعرف أنه هذا الشيء منه مميز أو منه شيء المضارب بحبه، لأنه عم يبيع القاع ويشتري القمة، فهذا الشيء منه وارد. نفسية المضارب ما بتسمح له أنه هو يدخل بصفقة شراء على القمة، بقول أنه السوق ارتفع كتير صار لازم ينزل. بدنا نجرب نغير تفكيرنا، بدنا نجرب نغير طريقة التداول اللي نحن بنتداول فيها. أستاذ مهدي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. انا ما يعني اللي بتابعني بالجلسات اليوميه بيعرف انه انا على طول بجرب غير لكم تفكيركم، بجرب انه خليكم تتاقلموا مع تحركات وتغيرات السوق. بسنه 2019 اصعب سوق فوركس مر علي منذ اكثر من 8 سنوات. اذا بنرجع ل 2011 اللي هي عند اختراق سعر أونصة الذهب، من وراء 3 سنوات الفاينانشال كرايسيس تبع الولايات المتحده، بسنه 2019 عم نلاحظ انه سياسيا عم تضغط بشكل سلبي على التقنية أو التحليل التقني اللي بنقوم فيها. فأنت كمحلل تقني بدك تجرب تغير التفكير اللي بنيت علمك عليه. لما تمشي باي ذا بوك أو مثل ما تعلمت بالكتاب التحليل التقني البسيطة، رح كنت تربح ولكن رح تبتدي بالخسائر. فبنصحك كمتداول وكمحلل تقني أنك أنت طبعاً تقدر تجرب تغير نظرية أو تفكير إذا بدك نشتغل فيه بشكل يومي على السوق. أستاذ مهدي عم بقلي مثل النفط على فريم الأربع ساعات كان ماشي بقناة مائلة على الصعود وهلأ تم الاختراق. خلينا نشوف سعر برميل النفط. أنتوا بتعرفوا سعر برميل النفط، نحن كنا شايفين أنه هذه المنطقة وكنا حددنا أنه هذه المنطقة اللي هي مستوى 51-50 جدا مهمة على سعر برميل النفط، وكنا قلنا أنه النفط ليتداول خلينا نقول على هذه النقطة ويتلامس معها ثلاث مرات، هذه نقطة جدا مهمة وخط دعم رئيسي. إذا في حال للمرة الرابعة هبط سعر النفط ليرجع يعيد إعادة امتحان هذا الخط، كنا أكيد رح يتم اختراقه ورح ننزل نستهدف مستوى $40 وحتى أقل. ولكن بالوقت الحالي سعر برميل النفط ثبت ثلاث مرات هذه النقطة، أقله نبتدي بالارتداد وطبعا بالارتفاع. هلأ طبعا إذا بتدخل بتحليل موجات إليوت وقول أنه عندي خمس موجات هبوط وهلأ هذه الموجة الأفقية الموجة الرابعة، ممكن أنه يرتفع النفط لزيارة مستوى 47-57 ومن ثم يرجع يهبط عن جديد. ولكن أنا كمحلل تقني اختراق هذا النفق الميل على ارتفاع، أنا بالنسبة لي ما تم اختراقه أستاذ مهدي، ولكن ممكن أنه يوجد نفق داخل نفق. يعني هل اذا بدخل بشكل اذا بدكم بهذا الشكل، كان عندي نفق داخل نفق اكويديستنت شانل انسايد الشانل، فهذا يدل انه الهدف التالي لسعر برميل النفط هو طبعا القمه اللي هي طبعا الخط الميل على ارتفاع اللي هو مستوى ال 56-57 دولار. فاللي بدي اقول لك ايه، انك انت داخل المرحله الافقيه ممكن انك تتداول. اذا برجع لمثل الذهب على رسم بين الاسبوعي، خليني بس حطه باللون الابيض، اوكي، على رسم بين الاسبوعي بهذا الشكل. واذا بنرجع تاريخيا لورا وبتشوفوا انه سعر أونصة الذهب داخل هذه المرحله الافقيه اللي دخل فيها 2.5 الذهب، كان عندي مثلث، وهذا المثلث تم اختراقه بالاتجاه الصاعد. وانتم بتعرفوا انه المثلث عاده كونتينيويشن ترند، تكمله الاتجاه. يعني اذا كان عندي هبوط مثلث نتوقع الهبوط، ولكن هذا ليس ما حصل بالنسبة لسعر أونصة الذهب بال 2012. كان عندي مثلث تم اختراقه بالاتجاه الصاعد، كفى ارتفاعه، تمام؟ هلا بالنسبة لي النمط الاحتواء أو الانجلفينج باترن اللي موجود على القمة أعطتني إشارة بيع. يعني أنت ممكن تأخذ بعض الإشارات، ليك هون هذا النفق الميل على هبوط طبعا أو خط مقاومة، بتعرف أن السوق كل ما يوصل له راح تدخل صفقة بيع، كل ما يرتفع ويلمسه راح تدخل صفقة بيع. وكذلك الأمر طبعا هو اللي أعطينا إشارة على أن السوق بعده باتجاه عام هابط لأنه نفق ميل على هبوط.
ولكن اللي بقدر اقول لك انه داخل المراحل الافقيه او المناطق الافقيه ممكن انك تصغر تايم فريم، تصغر من رسم بين اسبوعي ليومي لاربع ساعات، وانك انت تختار التداول او تختار فرص استثمار داخلها. الاخطاء الشائعه، برجع للاخطاء الشائعه، اداره المخاطر طبعا بنعرفها على طول، بنسمع اداره المخاطر واداره المخاطر. بفريندنج ذا ماركت، انك انت تتحدى السوق وما تعمل او ما تتعامل مع السوق كصديق لك، ما تتعامل مع السوق اذا بدك بليوني. بفريندنج ذا ماركت اللي هي نقطه جدا مهمه، انديسايسيف تريدنج هي الاهم، لما تختار اتجاه معين للسوق ان كان شراء اما بيع تمسك فيه، ما تغير رايك كل ما السوق يرتفع ويهبط. السوق يوجد تقلبات فيه، السوق منه باتجاه عام واحد. كثير من الاشخاص بيقولوا او بسمعهم بيقولوا ما بيفهموا بالبورصه، ولكن بيقولوا البورصه سهله، عندك 50% فرصه انك تنجح، 50% فرصه انك تفشل. ليش؟ بساله ليش، بيقول لي لانه يا اما صعود يا اما هبوط. يعني عندك 50% امل انك تربح و50% انك تخسر. بس نحن بنعرف كل الأشخاص اللي موجودين بهذه الجلسة، وأنا كمان شخصياً بعرف أنه النسب المئوية هي بالفعل 98% خسائر و2% أرباح. طب ليش؟ مع أنه اتجاهان، يا أما صعود يا أما هبوط، ولكن التقلبات اللي بنعيشها بسوق الفوركس وبأسواق المال جداً أخطر من أنه يا أما صعود يا أما هبوط. وهذا هو، هذه هي النقطة، الانديسايسيف تريدينج هي أهم نقطة. إذا أنت تختار صفقة شراء وبتعرض وقف خسارة بعيد، أو ما بتعرض وقف خسارة، خلينا نقول ما عم بتكلم عن وقف خسارة وإدارة المخاطر، ما بتعرض وقف خسارة، صحيح أنت عندك 50% أمل أنك تربح و 50% أمل أنك تخسر، ولكن أنك تختار نقطة دخولك هذا هو الأهم، وأنك تختار نقطة خروجك هي بعد أهم أكثر. لأن أنت فيك السوق يعطيك أرباح، ولكن كمية الأرباح قديش؟ كمية الأرباح، وين لازم تغلق صفقة الشراء؟ وين لازم تغلق صفقة البيع؟ وهذا هي طبعاً النقطة الأهم بالنسبة لسوق الفوركس. مشان هيك هي منها 50% ربح 50% خسارة، لا، هي أكثر خسائر، لأنه التقلبات جداً ضخمة فيها. عن هيك وقف الخسارة مش مجبور، أنت ملزم أنك تعرضه بأماكن حساسة، أنت ملزم أنك تحترم القيعان والقمم، وتعرض وقف خسارتك فوق القمم أو تحت القيعان الرئيسية، على رسم بياني ضخم، على تايم فريم ضخم، على أربع ساعات وما فوق، وإنك أنت تتمسك بالاتجاه اللي اخترته من وراء التحاليل التقنية اللي أنت عملتها، ومن وراء الاستراتيجيات اللي أنت اخترعتها أو اللي أنت تمسكت منها أو اللي أنت تمكنت منها. إذا أنت قعدت تدرس استراتيجية تداول معينة شهر واثنين وثلاثة وأربعة، وعطتك إشارة شراء على اليورو، فجأة طلع واحد على التليجرام بيقول لك بيع على اليورو، تدخل مثله، بتغلق صفقات الشراء وتدخل بيع. ليش؟ شوي بيرتفع السوق، بتقول انا كنت شايف السوق لازم يطلع، ولكن سمعت من الاخرين انه السوق لازم يهبط. انت تمسك بمركزك، هذا الانديسايسيف تريدينج هو اخطر شيء ممكن تمر فيه بسوق الفوركس او باسواق المال. تراينج تو بيك توبس اند بوتمز، ما تختار القاعون والكمم لتشتري وتبيع. باي نقطه، باي سوق، باي مكان بتكون بالتداول، اختار نقطة دخول أما بيع وتمكن منها، وعرض وقف خسارة بعيد. لو هلأ الذهب ارتد من القمة اللي هي مستوى 1570 1555-60، آخر قمة تم تسجيلها عندي لسعر أونصة الذهب، ارتد السوق بالاتجاه الهابط، هلأ عم بيتداول 1493-90. إذا أنت شايف هبوط بعد لسعر أونصة الذهب، ما تقول هذا رقم أو هذه مستويات واطية لسعر أونصة الذهب، ما رح أدخل بصفقة بيع، يا أما بدي بيع القمة يا أما ما بدي بيع. مش أصول، لو حتى ارتد السوق من القمة، جرب أنك تعزز صفقات البيع وادخل، يكون عندك ثقة بحالك. هلأ بالنسبة لي أنا سعر أونصة الذهب داخل بمنطقة أفقية بامتياز، يلي تلقى طبعا بداونورد شانل بهذا الشكل، وأتوقع إذا في حال كبتينا بهذا الشكل ممكن أنه ابتدي موجة هبوط لأستهداف مستوى 1425. يعني إذا أنت ترسم هذه، اذا بدكم التحاليل او الاستراتيجيات اللي انت عم تقوم فيها، شوفوا هذا النفق، خلينا نحس انه ال 1493 هي قمه. ال 1493 اللي هلا عم يتداول بقربها السوق هي شبه قمه لهذه الاستراتيجيه اللي انا
سجلتها او لهذا النفق الميل على هبوط هلا ال 1493 هي قمه، بينما اذا انت بدك تفكر انه القمه هي ال 1560 1555 ما بتدخل بصفقه بيع على 1493 صح؟ بتقول السوق هبط بحدود ال 50 او 60 دولار فانا لازم ادخل صفقه شراء. بس اذا بتوصل بحالك وبتعمل استراتيجيات معينه بتعرف انك انت فيك تدخل بصفقه بيع اما شراء باي وقت كان. آية عم بتقلي انه هي الحديد هلأ من عارفة تختار استراتيجية تداول معينة وتتمسك فيها. انا اللي بقدر لكم اياه من وراء هذا خلينا نقول الباوربوينت او هذه السلايدات اللي كنت عاملها هي لمحاضرة كان عنديها في دبي في معرض في دبي بالفوركس اكسبو. كنت بدي ابتدي هذه المحاضرة بهذا الشكل اللي هي المخاطر وشو اسباب المتداول او واي فوركس تريدرز لوز ماني. كنت حاب انتقل لامور بسيطه simple and effective ways of technical analysis. في عندي اشي موكيو، عندي بولينجر باند، اراس اي، ام اي سي دي، هارمونيك تريدينج، اليوت ويلز، موجات اليوت، برايس اكشن وكاندلستيكس. انتم بتعرفوا رايي الشخصي على طول المضارب والمستثمر لما يفتح الكتاب بده يبتدي بالفصل الاول اللي هي الشموع اليابانية اللي هي البرايس اكشن اللي هي بتعكس الأسعار، وفجأة بيتقدم بالتحاليل ليوصل إلى موجة إليوت وبصير بده يتعلم فيبوناتشي وبصير بده يتعلم هارمونيك تريدينج وبصير بده يتعلم أكثر أمور متقدمة بالتحاليل التقني. ولكن هذا الشيء بيؤدي إلى خسائر 98% للمستثمرين و2% بينجحوا. ليش؟ لأن 2% من المستثمرين هن اللي بيتمكنوا أو خلينا نقول بيكتفوا بالبيس او بالقاع للتحليل التقني اللي هي الكاندلستيكس. لما ضويلكن على كاندلستيكس او الشموع اليابانيه هي القاع هي البيسك. وانا بالنسبه لي وشخصي وكل الاشخاص اللي بتابعوني بجلساتي اليوميه بيعرفوا ان انا بحبذ وعلى طول بشجع المضاربين والمستثمرين باللجوء الى الشموع اليابانيه لانه هي بتعكس نفسيه السوق، بتعكس الشموع الخضر والشموع الحمر. مين مسيطر على السوق؟ هل يا ترى فريق الدبب مسيطر او فريق السيران؟ bullish engulfing pattern النمط الاحتوائي اللي بيكون السوق هابط واتجاه عام هابط وفجأة بيسجل لقاع أوطى من الشمعة اللي قبلها وبيسجل اغلاق فوق الشمعة اللي قبلها، يعني بتحتويها الشمعة الخضراء احتوت الشمعة الحمراء اللي قبلها، وهذه إشارة إيجابية على أنه في عندي احتمال أنه فريق أستيران يسيطر على الاتجاه القادم، وهذه إشارة انعكاسية أنا هون لازم أدخل شراء. ولكن هذه الهيكلية اللي عم تشوفوها أقلها لازم تكون على رسم بين 4 ساعات وما فوق. ما فيكم تجي تدخلوا على رسم بين 5 دقائق وتجي تقول لي شفت شمعة مثل هذه الشمعة اللي هي تلقب بالإنجلسين باترن أو بالنمط الاحتوائي وما مشي حاله وخسرت فلوسي. لا، لازم تختار رسم بين 4 ساعات وما فوق، لازم تنتظر هذه الإشارة. وهذه أبسط استراتيجية آية أنك أنت تتمكن منها. ممكن أنه تعدلوا عليها، ممكن انك انت تعدلي هذه الاستراتيجيه وتتمكني منها وتصير انت خبيره بالشموع اليابانيه وانك تداول اي كاي مضارب او تداولي كاي مضاربه طبعا ولكن بنجاح. البارش انجلفينج باترن هو نفس الشيء، اتجاه عم صاعد، شموع خضر وحمر عم يرتفعوا، فجاه شمعه حمراء بتسجل مستوى اعلى من الشمعه اللي قبلها، تغلق تحت افتتاحها وهذه بتكون احتوتها للشمعة اللي قبلها، وهذه إشارة سلبية وانعكاسية إنه ممكن السوق يسجل لي إشارة انعكاسية. هذه الانجلفينج باترنز هون، هذا مثل على اليورو دولار، كان عندي ارتفاع انجلفينج باترن هبوط والهدف تبعي هو آخر قاع ارتفع منه السوق. فطبعا الوقف الخسارة بده يكون فوق آخر قمة. طبعا وين بعرف وقف الخسارة؟ فوق آخر قمة موجودة عندي بصغر التايم فريم. إذا من 4 ساعات دخلت صفقة بيع على 4 ساعات تقدر حدد وقف الخسارة بدي احطه فوق آخر قمة تم تسجيلها عندي. إذا بدخل على رسم بيانة أصغر منلاحظ أنه من وراء النمط الاحتوائي في عندي ارتداد بسيط كرمال لا يصيب المضارب بالذعر، كرمال لا يعمل بانيك ريفيرس بانيك أتاك، كرمال لا يخاف المضارب ما قبل الاتجاه اللي هو اختاره يمشي. فهذا اللي بدكم تعرفوه أنه أيضا نحن عارفين أنه وقف الخسارة رح يكون فوق آخر قمة النمط الاحتوائي، ولكن ممكن يكون عندي 3 موجات ارتداد مثل ما عم تشوفوا أمامكم بهذا الشكل 1 2 3 ليخوف المضارب والمستثمر من الاتجاه اللي اختاره
فجأة بيمشي السوق بالاتجاه الصحيح. ولكن هذه المرحلة الأفقية اللي بينصاب فيها المضارب بالذعر، بخاف وبيغلق مراكزه، وبيصير عنده شيء اسمه indecisive trading، بيغلق مراكز البيع وبينقل معه شراء، فجأة السوق بيبتدي بالهبوط. خلود، لماذا في معظم الأحيان اليورو دولار يحترم التحاليل مقارن بأن الذهب لا يحترم التحاليل في كثير من الأحيان؟ بالنسبة لي طبعا التحاليل التقنية ما عندك شيء أو ما عندنا شيء اسمه زوج بيحترم وزوج آخر لا يحترم، ولكن التحاليل التقنية لأنه كثير، لأن عندي كثير تحاليل تقنية، عندي خطوط إذا بتكون دعم ومقاومة، عندي فيبوناتشي، عندي موجات إليوت، عندي إشي موكي، ممكن أنه السوق على سبيل المثال تكون أنت راسم خط دعم. خلود، رح أشرح هذه النقطة. راسم خط دعم، تمام؟ أوكي، على هذا الشكل، بس بدي أشرح نقطة معينة وتكون جداً واضحة للجميع. بدي أشرح نقطة اللي هي بتكون راسم خط دعم على الذهب، هذا الذهب راسم خط دعم بهذا الشكل، فجأة السوق بيخترق هذه النقطة وبيخترق خط الدعم، بيبتدي بالهبوط. نحن كمحللين تقنيين بنوثق بخطوط الدعم والمقاومة، بنقول والله ما احترم هذا الخط، عم بعطي مثل، تمام؟ ولكن إذا بيجي أنا بدخل على سبيل المثال إيشي موكي أو مؤشر الإيشي موكي اللي هو المؤشر الياباني، المؤشر الياباني بيكون عطيني إشارة على أن السوق لازم يهبط لأن تم اختراق الغيمة اللي هي طبعا بتمثل إيشي موكي وعطتني إشارة سلبية. فاللي عم جرب وصله أو الفكرة اللي بدي وصلها أنه ممكن السوق ما يحترم تحاليل تقنية نعم معينة، ولكن هو بيكون عم يحترم تحاليل تقنية أخرى، فحسب الاستراتيجيات. عن هيك اللي بتجرب قوله أنه الواحد لازم يتمسك باستراتيجية تداول معينة وتحاليل تقنية معينة، ولكن بده يكون لين معه. شو يعني بده يكون لين؟ يعني أنت بدك تمشي مع الفلو، بدك تمشي مع تحركات السوق، بدك تتقبل تغيرات السوق، ما بدك تضلك مصر على اتجاه معين، ما بدك تضلك مصر على اتجاه تداول معينة. إذا في حال تم اختراق نقطة معينة أو تم اختراق خلينا نقول فرصة معينة أو عطيك إشارة أنه ممكن ما يحترم خط معين، بدك تجرب تتأقلم مع الوضع. أنا بعض الأحيان بموجات إليوت بكون عم عد الموجة رقم واحد، الموجة رقم اثنين، الموجة رقم ثلاثة، الرابعة، أتوقع هبوط الموجة الخامسة، فجأة بيرتفع السوق. بدي أرجع عدل هذا التحليل وقول بدل الموجات الاندفاعية اللي هي 1 2 3 4 5 أصبحت 3 موجات تصحيحية ABC على طول، ولو حتى موجات إليوت هي من الاستراتيجيات المتقدمة بالتحليل التقنية، وبرضو على طول بعدل العد الموجي لأتأقلم مع السوق لأقدر أكسب فرصة. فطبعا التحليل التقنية ما في شيء ثابت، ما في قانون واضح أنه طبعا عندي اتجاه معين أو عندي نقطة مجبور السوق يحترمها، لا، ما في شيء مجبور، ما في شيء ملزم، ما في شيء بيلزم السوق انه يحترم 100% التحليل التقني. استاذ محمد مصطفى، اهلا وسهلا فيك، نورت حبيبي بوجودك. بالنسبه لنا وخاصه خلود ب 2019 التحاليل التقنيه لازم نكون عم ندعمها بالاقتصاد، بالتحاليل الاقتصادية، لازم نكون عم بقرأ اقتصاد، لازم نكون عم تابع أخبار، لازم تابع بلومبرج، لازم تابع دونالد ترامب، لازم تابع كل الأخبار، بريكزيت، لازم تابع الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لازم أعرف بوريس جونسون شو عم بيصير مع مجلس البريطاني، لازم أعرف شو عم بيصير بالنفط وبشركة أرامكو، وشو عم بيصير بمضيق هرمز بالبواخر بالبحر، لازم أعرف كل شيء ما قبل اتخاذ قرار جدي بالنسبة للتحليل التقنية. هلأ لأول سنة من تاريخ البورصة، من 10 سنوات لليوم، هذه أول سنة بتلزم المضارب والمستثمر على أن يكون عنده معلومات عن الاقتصاد. مش حيالله طبيب أسنان ممكن يجي ينجح بهذا المجال، مش حيالله محامي ممكن يجي ينجح بهذا المجال، مش حيالله شخص دارس أي شيء آخر عن الاقتصاد ممكن ينجح بهذا المجال. بده يكون عندك فكرة عن الاقتصاد، بده يكون عندك فكرة عن البزنس إيكونوميكس، عن كل شيء ممكن يصير، عن سندات الخزينة بالدولة، عن سعر الفائدة، عن معدل التضخم، عن العملات الرئيسية، عن العوائد أو المردود اللي بيقدمها عملة معينة وغير عملة ما بتقدمها، ليش بدي اختار اليورو عن الأسترالي، ليش بدي اختار الكندي عن النفط، ليش كندا هي من البلدان المصدرة الأولى للنفط، ليش طبعا ما عندي علاقة عكسية بين
اليورو والنفط، ليش بين الكندا والنفط، ليش عنده علاقة إيجابية بين المؤشرات الأمريكية وسعر الدولار ين، لأنه عنده ريسك سنتيمنت أون، ريسك سنتيمنت أون عفوا المخاطر موجودة أو المخاطر مش موجودة، لازم أختار ملذات آمنة كاليان الياباني. ليش الين الياباني ملاذ آمن؟ لأنه دولة اليابان مديونة فقط للداخل ولكن ما عندها دين خارجي. هول المعلومات العامة اللي لازم يكون عندك اياهم انت كمحلل اقتصادي، لازم انك انت تتمكن منهم ما قبل اتخاذ قرار، وخاصة من 2019 ولو هو كان قرار تقني 100% مبني على موجات اليوت، مبني على فيبوناتشي، مبني على اي تحليل اخر. شمعة ابتلاعية يوم شراء، يوم شمعة ابتلاعية هبوط يوم 10-16، هذه على اي رسم بياني؟ عم بتقلي انه بعض الاحيان الشموع الابتلاعية يعني الانجلفينج باترنز تعطي اشارات عكس بعض، يعني شمعة ابتلاعية على رسم بياني يومي وشفت اوكي فهمت عليك. على الدولار فرانك، خلينا نشوف الدولار فرانك، ولكن انت عارف انه الشمعة الابتلاعية بدها تكون على القمة، تمام؟ يعني بالنسبة لأي استاذ آية على سبيل المثال وجميع الموجودين معنا، شوفوا على رسم بين اسبوعي، خلينا نقول هذه الشمعة الحمراء هي منا نمط ابتلاعي. ليش؟ لانه ما اجت على القمة. النمط الاحتوائي او الابتلاعي، النموذج الابتلاعي لازم يكون على القمة، على اعلى مستوى او على اوطى مستوى على القاع، وهذه هي نقطة مهمة جدا كثير من الاشخاص بغض النظر عنه، تمام؟ مش هيك عم بقول لكم انك انت تكون دارس شموع يابانيه، لازم ايضا تكون متمكن منها وتكون عارف بالفعل شو يعني شموع يابانيه. اللي بقدر اقول لكم اياه، انا ما راح اطول عليكم بقى بهذه الجلسه، ولكن اللي بقدر اقول لكم اياه انه ممكن يكون عندك نمط احتوائي على رسم بياني اليومي ايجابي وعلى رسم بياني اسبوعي سلبي. شو بيصير؟ يومي على المدى القصير، الاسبوع على المدى الطويل. على المدى القصير على اليومي نمط احتوائي بيعطيني ارتفاع بسيط، ومن ثم طبعا الهبوط لانه على نمط خلينا نقول اسبوعي يعطيني اشاره بيع. فبدنا نتاقلم مع السوق، بدنا نجرب نغير او نتعدل. انا بنصح كل اللي موجودين، انا ما راح ادخل خلينا نقول راغب، يا ريت استاذنا تنورنا في القادم الويبينارات عن تحليل اساسي وخصوصا ارتباط العملات مع بعضها البعض. عندي محاضره استاذ راغب على هذا الموضوع بالذات قريبا ان شاء الله، كحد اقصى بعد اسبوع او 10 ايام راح يكون عندي محاضره مثل هذه المحاضره، هي علاقات الايجابيه والسلبيه بين العملات الرئيسيه وبين المعادن والسلع والمؤشرات. وهون طبعا انت ملزم انك تتكلم اقتصاد لتعرف ليش العلاقات الايجابيه والسلبيه موجوده، وهذه نقطه جدا مهمه راح نتكلم عليها اكيد. الدولار فرانك على رسم بياني اليومي عندي نمط ابتلاعي عند الكم. بالفعل انا ماني شايف نمط ابتلاع على القمه، اذا عم بتقول هذه الشمعه منها مسجله قمه اعلى من القمه اللي قبلها، وهذه نقطه جدا مهمه. وانا كنت شرحت بالباوربوينت بالبرزنتيشن انه مكتوب هاير هاي، يعني لازم يكون عندك قمه اعلى من الشمعه اللي قبلها، وحسب الاشاره من ميل تحت لازم يكون القاع اوطى من القاع اللي قبله، فهذه جدا نقطه مهمه. وايضا لازم تكون الشمعه الابتلاعيه على اوطى مستوى او على أعلى مستوى. بالنسبة إلى هذه الجلسة كانت انتهت، ما رح طول كتير عليكم. الأخطاء الشائعة كانت اللي هي befriending the market، ما تتحدى السوق، ما تجرب تواجه السوق، وطبعا تقرر أنه أنا بدي خلي سعر أوسط الذهب تنزل وتضلك عم تدخل بصفقات بيع والسوق عم يرتفع. manage the risk، إدارة المخاطر جدا مهمة، ولو حتى أنت professional ممكن تطمع وتعزز مراكز بيع أما شراء بالأماكن الخطأ. indecisive trading، انك تختار اتجاه واحد، ما تغير رايك، ما تشكك بحالك وما تشكك باستراتيجيه التداول اللي انت بتختارها. trying to pick tops and bottoms، ما تجرب انك تشتري القاع وتبيع القمم، لانه هذا الشيء شبه منه موجود بسوق الفوركس او باسواق المال. هذه كانت الريسك اللي بدي اتكلم عليها. استاذ جهاد طبعا ممكن انا وياك نتكلم هلا برايفتلي او احكينا على فيسبوك، اذا ممكن تعمل لي سكرين شوت للفرانك السويسري وتعلم لي اياها طبعا بكون أكثر من سعيد. وأنا وياك على فيسبوك على الخاص ممكن أنه أتواصل أنا وياك وشوف شو المشكلة بالدولار فرانك. أنور أهلا وسهلا فيك. نحن بشكل يومي على فكرة موجودين على صفحة تكمل العربية على فيسبوك بشكل يومي،
بشكل صباحي، نطلع نتكلم عن السوق، نعطي راينا بالسوق بالاتجاهات المفترضه. ولكن هذه الويبينارات مثل هذا الويبينار، يعني على جوتو ويبينار طبعا نعمله كل فتره، يعني كثير من الاشخاص ما بحبوا انه يدخلوا ويسجلوا ويتابعوا الى اخره، ولكن بشكل يومي على فيسبوك موجودين. نورت الجلسة، بتمنى لكم نهار مثمر بالتداول طبعا وأكثر من رائع، وأسبوع تداول كمان جيد جدا للجميع. إذا احتجتوا أي شيء أنا وفريق عمل تكمل العربية موجودين للخدمة، وطبعا على صفحاتنا على فيسبوك أو على تويتر أو على تليجرام أو أي قناة أخرى. أنا بتشكر وجودكم، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري من شركة تكمل. إلى اللقاء.